اذن مشاهدين التشبيق نشوف تي في كيف كتشابهوا معنا في هذا المباشر انتم كتشوفوا رجال الوخاء المدنية اقل من نصف ساعة وقل من سيطروا على الحريق الحمد لله وحضور الابناء فات عندنا حضور رجال الامن الوطني شوفوا سيطروا على الوضع وتم إخماد الحريق اللي كان داخل أحد المنازل بمنطقة أوفا بمدينة الضاربين وانتم رجال تشوفوا سيارة الإسعاف راجعة من بعد الحمد لله ما نقلت حتى شي شخص كان في هذا المنزل ما كانش شي حريق مهول انما حريق ربما بسبب تماس كهربائي او بسبب ما عرفناش السبب ديالو انما اكيد المصالح الامنيه غادي تحقق السبب ديال هذا الحريق الحمد لله اني الوقاية المدنية سيطروا على الحريق اقرب وقت ممكن داخل احد المنازل المتواجدة بوسط مدينة الضاربين شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة دمتم في رعاية الله والسلام